إمكاناتهم الكبيرة المتوفرة والتي يمكن بمزيد من الصقل والتوجيه الصحيح الاستفادة منها في بناء الوطن وتأمين مستقبل مشرق لهؤلاء الأطفال، هذه الفئة من الأطفال التي تستحق كل الرعاية والدعم من الدولة، من وزارة التربية ومن الجهات المسؤولة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الثقافة مشكورين بالتعاون مع وزارة التربية عم يقوموا بجهد كبير بهذا المجال، لكن حسب الإمكانات المتاحة والنتائج باهرة كما نرى. الحمد لله الأوضاع جيدة بالنسبة للأطفال والأمل كبير فيهم. لما أنا بدمج طفل ذوي إعاقة حركية مع طفل ما فيه شيء وهو سليم بس ظروفه صعبة، مثلا خليته يتشرد أو خليته أنه يتسوال، فبيحس هذا الطفل بأنه هو كمجتمع متقبل من قبل مجتمعه، ما في حدا رافضه. فبالنسبة نحن لما عملنا هذا الدمج كانت الفكرة أنه نخلي أطفالنا كفاقد رعاية أسرية يحس بقيمة النعمة اللي هو عايشها، وبنفس الوقت لحتى نقول لهم لأطفال ذوي الإعاقة الحركية بأنه أنتوا أطفال أقوياء قادرين أنكم تنجزوا، قادرين أنكم تعملوا شيء بالمجتمع. وهذا الشيء طبعا نحن شفناه عن طريق البطولات اللي كانوا عم يحرزوها سواء بالاولمبياد سواء على المستوى الدولي، فشفنا نحن ذوي الاعاقه الحركيه قديش هو قادر انه يسمع شيء من رغم من اعاقته. بيت التكريم طبعا لاهلي اكيد ولكل حدا كان ناضل معي وحارب معي لحتى اكون بهذا المكان، وبتشكر كل حدا كان من الأهالي وكل حدا كان مشارك بهي الحفلة لحتى نثبت إنه الإعاقة مو نهاية الحياة بل هي بداية لحياة جديدة. أحب هذه لأمي على التكريم، وأنا وصلت لهون بفضل معلماتي وأهلي ورفقاتي كانوا يدعموني. عطونا بنات الإعاقة وهدول كلات عطونا كتير إنه ثقة مشان نحن نقدر نوصل، إنه شجعونا كتير وتعلمت منهم إنه لازم كنا واثقين من حالنا وقد حالنا كمان.